حيث ينضم إلينا من هناك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة للتكافل التعاونية سيد صقر نادر شاه. أهلا بك معنا سيد صقر. يعني دعنا نتحدث عن بداية الاكتتاب الذي ستطرحونه يوم غد. يعني السوق اليوم ربما ليست بالمستويات العالية التي كان عليها أصلا السوق السعودي في الأعوام الماضية. نرى تراجع بالنسبة لأحجام السيولة. كيف ترون توقيت دخولكم اليوم إلى السوق بهذا الاكتتاب؟ أولا أرحب فيك وأرحب في الأخوة المشاهدين. بالنسبة لسوق الاكتتابات، احنا طبعا شهدت فترة الاكتتابات في المملكة طوال الفترات الماضية جاذبية عالية جدا للمواطنين. طبعا احنا نجد انه شركتنا بشكل عام طبعا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيكون لها إن شاء الله استراتيجية واضحة في عملية النشاط الحماية والادخار في المملكة العربية السعودية. فمن خلال نشرة الإصدار اللي احنا طلعناها، احنا إن شاء الله نرى أنه المستثمر قد يرى في هذه الشركة فرصة أنه يكتتب فيها بإذن الله تعالى. طيب ما هي خطتكم الاستراتيجية سيد صقر وأنتم تدخلون إلى السوق السعودي؟ هل هناك منتجات جديدة يعني ستطرحونها في ظل المنافسة الكبيرة؟ نعلم بأنه يمكن اليوم قطاع التأمين يعتبر من أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الموجودة يعني في السوق. فما هو الجديد الذي ستقدمونه بالنسبة للسوق السعودي؟ طبعا احنا استراتيجيتنا حنتخصص في عملنا في برامج الحماية والادخار في السوق السعودي. ولو اخذنا الحماية والادخار من اجمالي سوق التأمين في السعودية، نجد ان التركيز عليه ضعيف جدا. فان شاء الله من خلال البرامج اللي حنطرحها، اللي حتكون تخاطب حاجة الفرد في المجتمع وتلبي احتياج المؤسسات والشركات والقطاع الحكومي، حنستطيع إن شاء الله أن احنا نستحوذ على شريحة كبيرة جدا من قاعدة العملاء. فتميزنا في قطاع الحماية والادخار، نعتقد أنه هذا قد يكون هذا ميزة لنا في السوق. بس لو حتى يعني قلنا السوق حجمه كبير جدا، في 33 شركة قائمة وشركتين حتدخل جديدة، نجد أن السوق في تنامي بشكل كبير جدا. يعني لو أخذنا مثلا على سبيل المثالية، أخذنا الأرباح اللي تحققت في قطاع التأمين، نمت أرباح قطاع التأمين مقارنة ب 2011 82%، يعني طلعت إلى 816 مليون مقارنة ب 400 تقريبا في السنة اللي قبلها. نعم. لو أخذنا قسنا كذلك على الشركات اللي بدأت تحقق ربحية، نمت من 14 شركة كانت تحقق ربحية ب 2011 عفوا إلى 22 شركة ب 2012. ففي تنامي في إجمالي المصروف على التأمين، ويعني في دور لنا مهم جدا في خلق توعية إن شاء الله لثقافة الحماية والادخار اللي حتساهم إن شاء الله في نمو القطاع. يبدو بأنه يعني أنتم متفائلون بعملية التغطية بالنسبة لهذا الاكتتاب. يعني سيد صقر، كيف هي توقعاتكم بعدد مرات تغطية الاكتتاب؟ هل هناك من توقعات مبدئية؟ والله ما عندنا توقعات لعدد المرات، ما أقدر أعطيك رقم. نعم. بس يمكن لو رجعت للشركات اللي نزلت في السابق يتغطت الاكتتاب أكثر من 4 أو 5 مرات تقريبا. طيب بالنسبة للمتحصلات التي ستجنونها من هذا الاكتتاب، كيف يعني ما هي خطتكم الاستثمارية بعد هذا الاكتتاب؟ طبعا احنا عندنا سياسات الاستثمار وعندنا لجنة الاستثمار وتطلع على هي اللي تقرر في وين تستثمر المتحصلات للاكتتاب. طبعا وفقا لشروط واحكام سياسة الاستثمار اللي تخصصها اللي مخصصتها مؤسسة النقد العربي السعودي. نعم. طيب أنتم تنوون استخدام جزء لتمويل المحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة، يعني إن احتجتم لهذا التمويل سيد صقر، لكن ما هي القيمة المبدئية لهذه المحفظة؟ هل لك أن تطلعنا عليها؟ في الوقت الحاضر المحفظة يعني خاضعة للتقييم. وقت ما يعلنوا عن تقييمها المؤسسة طبعا لابد أن يوافق عليها الأعضاء مجلس كل من البنك والشركة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
في الوقت الحاضر ما عندنا قيمة نهائية للمحفظة. طيب أنتم يعني تنوون الدخول بعملية استثمار من خلال هذه الاكتتابات كما تحدثت، لكن إذا أردنا الحديث عن نسبة الاستثمارات التي هي خارج نطاق التأمين بالنسبة للشركة، كم ستمثل بالنسبة لكم أو ضمن الاستراتيجية اللي أنتم وضعتموها؟ أنت تتكلمي عن من إجمالي المتحصلات ولا من إجمالي رأس المال؟ لا، من إجمالي رأس المال. أوكي، من إجمالي رأس المال حوالي يمكن 60%. نعم، 60% ستتوجه إلى استثمارات خارج نطاق التأمين. ما هي نوعية الاستثمارات؟ لا ما هي خارج نطاق التأمين. هي نعم. هي شوفي، جزء منها حيستخدم لأعمال الشركة. نعم. وجزء منها حيستخدم لشراء المحفظة، والجزء الآخر حيستثمر. نعم، ما هي مجالات الاستثمار؟ طبعا أنا قلت لك مجالات الاستثمار هي حتكون في صناديق استثمارية محلية عندنا إن شاء الله. محلية. طيب اليوم نعلم سيد صقر بأنه عدد سكان المملكة اليوم في تزايد، يعني إلى أي مدى وأنتم تدخلون إلى السوق كما ذكرنا في ظل عدد كبير ربما من الشركات، إلى أي مدى ترى بأنه السوق السعودي ما زال اليوم بحاجة إلى هذا النوع من الشركات التأمينية الحالية لمواكبة النمو السكاني؟ شوفي، انت لو اخذتي كثافه السوق مثلا اللي هو اجمالي انفاق الفرد على التامين، نجد انه منخفض مقارنه باي دوله ثانيه في العالم. احنا عندنا كثافه السوق وصلت الى 715 ريال انفاق للفرد. نعم. وشفنا فيها تنامي، كانت 682 في السنه اللي قبلها. فهذا مؤشر جيد انه في اقبال على سوق على الشراء التامين بشكل عام. لو اخذنا قسنا عليها السوق اجمالي سوق التامين اللي هو 21 مليار من اجمالي الناتج المحلي، فتجد ما يشكل ولا حتى اقل من 1%. بينما الدول المتقدمه نجد ان السوق يصل الى 12 والى 15% من اجمالي الناتج المحلي. فهذه انا اشوف فيها فرصه كبيره لنمو القطاع ان شاء الله. طيب نعلم ان هناك يعني شركات تابعه للبنوك، شركات تامين تابعه للبنوك، وهناك شركات مستقله. باختصار سيد صقر، يعني كيف يمكن ان نميز ما بين اداء هذان النوعان من الشركات اليوم في السوق السعودي؟ انا اعتقد المعلومه هذه يبغى لها تصحيح شوي، لانه ما في شيء اسمه تابع لبنوك. نعم. البنوك مستثمره في شركات تامين. واعتقد ان مؤسسه النقد حريصه للمساواه بين جميع الشركات التامين في القطاع، بحيث انها تطبق معايير معينه تضمن فيها المؤسسه انها يكون فيها منافسه عادله. الميزه اللي تربط شركات التامين، طبعا يعني اذا انا مستثمر عندي بنك، اقدر من خلال البنك اني انا اوقع اتفاقيه مع البنك هذا انه يصير يسوق ويروج برامج التامينيه فيما يعرف باسم البنك اشورنس. فهذه برضو ميزه كقناه بيع قد يستفيد منها شركه التامين في تنويع او توزيع منتجاتها للعملاء. نعم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه الجزيره للتكافل التعاوني صقر نادر شاه، كنت معنا من جده، شكرا جزيلا لك.